قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، يعني أوصى المتقدم من بعده بهذه الوصية؟ لا، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فالسبب هو الطغيان. ولذا تعرفون قصة أبي جهل، أنه لما أتاه الأخنس بن شريق وقال: ما رأيك في محمد؟ قال: والله إن محمدا لصادق، ولكن بني هاشم نافسونا في سقاية الحجيج فنافسناه، ونافسونا في خدمة الحجيج فنافسناه، أتوا بنبي، من أين نأتي بنبي؟ والله لا نؤمن به. فهذا هو الطغيان الذي جعلهم ينصرفون عن الحق.